المعكوسه اللي هو شغلنا. بيقول لحضراتكم ايه؟ استراتيجيه يستخدم فيها التقنيات الحديثه وشبكه الانترنت. في حد ما عندوش ثلاث تليفونات؟ تليفونين؟ كلنا عندنا اثنين وثلاثه. وعندنا 4G وال5G دلوقتي موجودين في التليفونات. بطريقه تسمح للمعلم باعداد الدرس عن طريق مقطع فيديو او غيره من الوسائط يطلع عليه المتعلمين اللي هم الطلبه في منازلهم. عايزين نفهم بس الفرق، ايه الفرق ما بين التعليم المنعكس والتعليم التقليدي؟ في منازله او في اي مكان اخر باستخدام واستعمال حواسبه او هواتفه او اجهزتهم اللوحيه قبل حضور الدرس. وهنا ناخد بالنا ان قبل حضور الدرس اللي هو قبل واحد يوم من الدرس. قبل واحد يوم من الدرس. في حين يخصص وقت الدرس للانشطه التطبيقيه والتدريبات. الولد بيلعب باسكت في النادي. بيلعب باسكت في الشارع. بيلعب رياضه في كل مكان. قد يكون ان هو مش محتاج وعاوز يطبق. عايز الابلكيشن التطبيقات دي هي اللي بتنجح اي مشروع.